لا لا احمد راسي. اوبا هو ها يلا زي شوفي بقى كده كان سكرامي لا ما تاخرش لكم لو احنا ما عارفين متأكدة ان انتي بتغني ده لما كل حاجة بتلعب مبدئيا عايزه اشكر كل حد صوت لي علشان اخد جائزه افضل مطربه لعام 2015 من وشوشه، وعايزه اشكر وشوشه على الاستفتاء الجميل ده وان هم ادوني الفرصه دي، وعايزه اشكر طبعا الاستاذ احمد الهواري على يعني احتضانه للموضوع، وعايزه اشكر كل الصحفيين وكل العاملين على وشوشه. ان شاء الله في رمضان في ازمه نسب المسلسل اول تجربه تمثيليه ليا، وفي ان شاء الله الالبوم في العيد وبس كده. عايزين ايه تاني؟ عايزه اقول لكل جمهور سنه تانية غنى استنوا من هنا مفاجات كتير، نجوم كتير انتوا بتحبوهم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم انا ومينا. طبعا عايزه اشكرهم جدا ان هم داعمين ليا من اول يوم من وانا جوه ستار اكاديمي لحد النهارده، ودايما كده بيفرحوني بالجوائز دي، خاصه لما بتكون جايه من الجمهور دي بتبقى حاجه غاليه جدا عندنا احنا، فعايزه اشكرهم جدا. من يوم ما لمحت عيني مش فاكره الغير واسامي، انا في البيت شايفه قدام انا حبيت وانا قد كلامي مش ده اللي هفرط فيه. مبتدا دوت كوم.